قصة العورانيين كما جاء في الصحيحين أنهم وفد قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسلموا، فلم يناسبهم جو المدينة، فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا فاستصحوا، فقتلوا الراعي وسملوا عينيه كما جاء عند مسلم. ولذلك قال ابن حجر في الفتح قال: قصر من اقتصر في نسبة هذا الحديث إلى الترمذي والنسائي، بل هو في صحيح مسلم، فإنهم أحرقوا عين الراعي وقتلوه واستاقوا الإبل فصاروا محاربين. هنا لما أدركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمل أعينهم بالنار. لما؟ لأن هذا من باب القصاص، هذا من باب القصاص. ولذلك جاء في حديث: ومن حرق حرقناه. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: أخرجه البيهقي في المعرفة، لكن قال فيه بعض من يجهل، وليست العمدة على هذا الأثر، لا، بل إن البخاري رحمه الله بوب في صحيحه فقال: باب إذا أحرق الكافر المسلم هل يحرق، يعني هل يحرق الكافر؟ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح كأنه أشار البخاري إلى أن هذا الحديث لا يعذب بالنار إلا الله مخصص في القصاص، يعني من أحرق شخصا بالنار فإن العاقبة أن يحرق بالنار، نظير ما فعله قصاصا.